مين برضو اللعيبة اللي شايف ان هي هتستفاد قوي قوي من المعسكر ده؟ اللعيبه اللي هتستفاد من المعسكر ده على راسهم دونجا. انا بشوف ان دونجا بدا بشكل كبير يرجع لمستواه الشكل المعهود لدونجا، ولكن برضه لسه مش هو ده دونجا. يعني انا شايف ان هو الماتشات بتجيبه ولعبه اساسي كتير، والثقه اللي بينديها له كابتن معتمد جمال بتخليه رجله في الملعب بشكل كويس قوي. وعايز افكرك بحاجه، احنا يوم ما جبنا دونجا كان لاعب دولي، دونجا اتصاب في معسكر منتخب مصر. لو تفتكر بعد ما وقع كان في معسكر منتخب مصر مع منتخب مصر اتصاب ورجع عمل التأهيل بتاعه في نادي الزمالك، فهو اوريدي مش محتاج ان هو يبقى لعيب دولي، هو اوريدي اصلا جاي لنا لعيب دولي. فكره بقى ان هو يرجع ويدوس على نفسه، هو ده انا شايف ان دونجا واحد من اللعيبه بس اللي بتختلف هيفرق. كابتن من لاعب للاعب فكره الاندماج دي. لا بص، هو يعني كان قبله سوء توفيق كبير في بدايه حضور نادي الزمالك، هي مجموعه عوامل، العوامل هي اللي بتنجح اللعيب او بتخليه يظهر بشكل غير جيد. فدونجا انا بشوف ان العوامل كلها كانت سيئه حواليه. اللعيب التاني اللي هيفرق معاه بشكل كبير قوي المعسكر ده هو طبعا الونش، واحد من اعظم اللعيبه مصطفى اللي جم شلبي في تاريخ نادي الزمالك. طبعا انا بس هدي الونش حقه، لان الراجل ده انا بشوف ان هو واحد من اللعيبه الرجاله جدا جدا جدا، وان غيابه كان مؤثر في نادي الزمالك. اوقات في بقى عناصر جيده ولكن مش مؤثره بشكل كبير، لكن الونش واحد من الناس اللي فعلا فعلا بنتاثر بغيابه. ففكره عودته فكره مهمه جدا جدا لجماهير نادي الزمالك، وبتضفي طمانينه كبيره للناحيه الدفاعيه اللي موجوده في نادي الزمالك. واعتقد ان المعسكرين اللي جايين دول البطولتين دول هيبقوا بيفرقوا معاه بشكل كويس قوي قوي قوي، وهيعيد الونش لقوام نادي الزمالك الاساسي. وطبعا بقى مصطفى شلبي اللي بشوفه واحد من اللعيبه اللي برده سايقين، لانه بدا يخش في نادي الزمالك وبدا مستواه يعلى وبدا علاقته بجماهير الزمالك تبقى كويسه جدا جدا. راكن اتصاب بشكل اتصاب كبير. في وقت اتصاب في وقت كان يعني سيء جدا بالنسبه له، وكان سيء الحظ. يعني يمكن انا قريب من مصطفى، وفي بدايات مصطفى مع نادي الزمالك كان في حاله من عدم الرضا من جمهور نادي الزمالك، وهو نفسه ما كانش فيه حاله حب ما بينه وبين النادي. ولكن انا باكد لك دلوقتي، باكد لك عن قرب، ان اللعيب زملكاوي 100%، بيحب نادي الزمالك، بيعشق جماهير نادي الزمالك، بس هو بس وهيموت نفسه مع نادي الزمالك. مصطفى شلبي اول ما جه تعرض لانتقادات كتير، وارد الانتقادات دي ممكن مثلا انا انتقدك بس انت ما يفرقش معايا، ما تاثرتش فيا وارد شخصيا، انتقدك بتفرق بس طبعا. انت تضايقك صح، مع ان الاصابه كمان عطلته. ولكن مؤخرا بقيت اشوف لا، جماهير نادي الزمالك متاثره جدا بغياب مصطفى شلبي. فاذا مصطفى شلبي انا شايف انه كمان في في في, في المباريات الاخيره اللي كان بيشارك فيها قبل الاصابه كان بيشارك بشكل كويس جدا، علاقته بجماهير نادي الزمالك اتحسنت يعني 100%. بص انت رديتيها وقلتيها، قلتي اللي في الاول ما كانش فيه علاقه وبعد كده بقى كويس، ففكره ان انا بقدم كل اللي عندي بالظبط دي بتخليني بقدم اوراق اعتماد للجمهور. بس جماهير نادي الزمالك بتحس وذواقها يعني، هي طبعا بالنسبه طبعا لها بين لي انك انت طبعا بتموت نفسك عشان طبعا وبتأدي اداء كويس جدا، وانا هدعمك حتى لو انت في فترات جه عليك وقت ما كنتش في احسن حالاتك، انا طبعا برضو هدعمك عشان انا عارفه ان انت اصلا مستواك كويس جدا. وبرضو من اللعيبه اللي بشوف ان البطوله دي هتفرق معاهم بشكل كويس قوي، هو جه بقى بالماتشات. يمكن احنا كلنا انتقدناه في بدايه الموسم، ولكن مع الماتشات جه بشكل كويس قوي، وهو واحد من ابناء نادي الزمالك اللي كان جمهور نادي الزمالك بيعشقه، هو عمر جابر. عمر جابر بيأدي ادوار تكتيكيه مهمه جدا جدا الفتره الاخيره، يمكن يجهلها البعض البعيد عن الامور الفنيه. الجمهور عايز الحاجات الفنيه بقى والترقيصات والكلام ده، ولكن الامور التكتيكيه الفنيه اللي بيأديها عمر جابر الفتره الاخيره هايله جدا جدا. انا بشوف ان هو جاي مع الماتشات والبطولات دي هتفرق معاه بشكل كويس جدا. زملكاوي جدا وبيحب طبعا نادي الزمالك. انا افتكر فتره مع عمر جابر مشي من نادي الزمالك، جمهور نادي الزمالك نزل تحت بيته، راح له تحت بيته وحياه. انا فاكر انا كمان فاكر هي، بس طبعا زي ما قلت لك هي الامور كلها عند اللعيب الكويس بيبقى فيها ابس اند داون. فالفتره اللي جه فيها عمر جابر ما كانش احسن حاجه، لكن دلوقتي ماشي بشكل كويس جدا. اوباما كمان ماشي بشكل لا، اوباما ده يعني انا بشوف ان يعني واحد من العناصر اللي فارقه مع نادي الزمالك الفتره الاخيره بشكل كبير قوي قوي قوي، لان اوباما بيأدي ادوار مركبه. يعني ايه ادوار مركبه؟ يعني بيأدي دورين في دور واحد، هو بيلعب في بوزيشن معين، مثلا لو هنلعبه في نص الملعب رقم 10، هو بيأدي ادوار رقم 10 وبيأدي ادوار الاسترايكر. الراجل بيكمل في الثلث الهجومي بشكل كويس قوي، بيكمل جوه ال 18، بيلعب بدماغه كويس قوي، الفينش بتاعه على المرمى جيد جدا، بالاضافه لصناعه اللعب، حلول فرديه. بالاضافه لحاجه ثانيه بقى، هو الهدوء، لعيب الكوره الهادي. يعني مش عايز اوصلها لكلمه ثانيه الناس تستخدمها، ولكن هو هادي، بيقف على كورته بشكل كويس قوي، مش متسرع في القرار بتاعه. قليل قوي لما تلاقي لعيبه عندها ثقه جوه ال 18 وجوه منطقه الجزاء، وبيقف على كورته وبيعمل باص لزمايله وما بيبقاش عنده التسرع. يعني مثلا لو نفتكر الكوره بتاعت اوباما وبتاعت سامسونج في ماتش بيراميدز في الكاس،
الراجل دخل جوه ال 18 وقف على الكوره وبص ورفع وشه واستنى ما سامسون اتحرك وحطها له. اي لعيب تاني الكوره هتجي له يحطها بشماله. صح. اي لعيب في الدنيا حتى لو لعيب كبير، ولكن اوباما عنده ايه؟ عنده الحته بتاعت الهدوء دي، عنده الحته بتاعت الثقه دي اللي احنا كنا بنقول على مصطفى شلبي ان هو ما بيتاثرش بالجمهور، ما بيتاثرش بالنقد. فتره من الفترات اوباما كان اكتر واحد بينتقد في نادي الزمالك لو تفتكري، دي كانت تخلص على اي لعيب يعني. طبعا. في لعيبه ما بتستحملش الضغط. اوباما اعتقد من اكتر اللعيبه اللي تعرضت لانتقادات كبيره جدا جدا، حتى هو كان بيبقى كويس. أيوة يعني. صح. في ناس واخده الانتقاد على طول الخط. فانا لازم احيي اوباما على المستوى اللي بيقدمه على نادي الزمالك الفتره